إيران أو الرد عليها ليس ولا غيرها. صحيحا. هذا الإجراء خجول جدا 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 من الحكومة ومن وزارة الخارجية العراقية، إجراء خجول جدا. كان الأولى من الوزارة الخارجية أن تدعي أن تطلب اجتماع عاجل لمجلس أمن، واجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، واجتماع عاجل لجامعة الدول الإسلامية. وكان الأجدر والأولى من برلمان عراقي أن يكون هناك جلسة طارئة لمناقشة هذا الوضع، وليس الاكتفاء باستدعاء سفير. أنا أعتقد استدعاء سفير في هذا الموقع، يمكن للسفير ما كان عنده أي علم بالموضوع، لأن تدري في إيران اليوم هي مجموعة حكومات داخل دولة، مجموعة صراعات داخل دولة، موجوعة تواجهات داخل دولة، حتى يكون الضغط على إيران الدولة وليس على الحرس الثوري بمفردهم في هذه البقعة. أنا أعتقد الإجراءات الحكومة العراقية خجولة جدا كما حالها في السابق، وهذه ليس المرة الأولى. والوضع إذا استمر بهذا الشكل، أنا أعتقد نحن أمام مشهد أكثر تعقيد وأكثر خوفا مما كان عليه في السابق.